الله عامله ازاي؟ تمام. ايه اللي يخلي الظهور كده؟ ايه اللي يخلي منظر الظهور بنفس الوضع ده في وقت ان احنا فيه دلوقتي وقت الصقيع، يعني جذور واقفه، يعني نموات خضريه واقفه، يعني مفيش يعتبر حركه في الجذر خالص. ايه اللي يخلي ده كده؟ اولا يا جماعه، اول حاجه حضرتك، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، انا قطب عثمان من قناه البستان الاخضر، دائما بشكر حضراتكم، بشكركم شكرا جزيلا على تفاعلكم في القناه عندي. طبعا انا قبل كده عملت سلسله من الحلقات على نبات الياسمين واتكلمت عليه وقلت ان هو نبات من النباتات المستديمه للخضره، اتكلمت على نبات الياسمين وقلت ان هو نبات بحب التسميد، نبات بحب الشمس، ما ينفعش ان انت تكون عندك النهارده نبات ياسمين وتحطه لي فيه الظل او شمس خفيفه، يعني يا جماعه شمس خفيفه مش هتلاقي فيه ظهر، مش هتلاقي فيه الكميه من الروائح الحركه عايزها، لا هتلاقي فيه نمو خضري، يعني لو نسبه الضوء عندك خفيفه هتلاقي نمو خضري بس اكتر من الزهر، تمام؟ طيب الياسمين طبعا من المتسلقات، انا اتكلمت عليه واتكلمت على طريقه الاكسار بتاعته ازاي، طريقه الري ازاي، طريقه التسميد ازاي، هسيب لحضراتكم لينك الفيديو باذن الله في صندوق الوصف لو عايزين تعرفوا اي حاجه على نبات الياسمين. طب نبات الياسمين احنا دلوقتي في فصل الشتاء، يعني يعتبر احنا دلوقتي في 5/1، يعني شهر يعتبر من يعتبر احنا بنسميه قلب الشتاء، طبعا بتلاقي صقيع، بتلاقي احوال جويه طبعا بتاثر على نباتات. النهارده تعالى بقى ادخلك عندي او اعرفك من داخل المشتل عندي، زي ما حضرتك شايف طبعا الياسمين ده انا حاطه في يعني حاطه في الشمس، يعني انا هوري حضراتكم الفيديو دلوقتي الياسمين عندي في الشمس ازاي ومظهر، تمام؟ بس انا طبعا جبت لكم الشجر عشان اشرح عليها عشان الضوء بس، تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين ادي كميه الزهور ما شاء الله عامله ازاي، تمام؟ ايه اللي يخلي الظهور كده؟ ايه اللي يخلي منظر الظهور بنفس الوضع ده في وقت ان احنا فيه دلوقتي وقت الصقيع، يعني جذور واقفه، يعني نموات خضريه واقفه، يعني مفيش يعتبر حركه في الجذر خالص، ايه اللي يخلي ده كده؟ اولا يا جماعه، اول حاجه حضرتك اهم حاجه التربه. اهم حاجه التربه، ان انا اهتم بالتربه، لازم، وانا اتكلمت على التربه وقلت يا جماعه لازم اجيب رمله ولازم اجيب طمي ولازم احط كومبوست ولازم احط بيتموس اخلطهم مع بعض، لازم اهتم اهم حاجه بالتربه. بعد كده انا ادي التسميد، وانا اتكلمت على التسميد وقلت التسميد في حاجات كتيره جدا، الوقت الحالي اللي احنا ممكن نسمد بيه او نرش بيه، انا اتكلمت على الاحماض الامانيه وهتلاقوا الصوره بتاعتها فوق، واتكلمت على الحديد وده تسميد جزري او رش اوراق، تمام؟ زي ما حضرتك شايفين، تمام؟ ادي الياسمين كميه الزهر عامله ازاي؟ يبقى من نجاح شجره الياسمين عشان تبقى كويسه عندك في المنزل او في الحديقه عندك التربه، اهم حاجه التربه، ثانيا التسميد، اهتم بالتسميد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله، زي ما حضراتكم شايفين الياسمين عندي في الشمس، ادي كميه الزهور عامله ازاي، تمام؟ كميه الزهور زي ما حضراتكم شايفين ده من داخل المشتل من عندي، يعني في الشمس بينزل عليه صقيع، بينزل عليه رياح، زي ما حضراتكم شايفين. شكرا.